اسمها الامباكت، وجمعنا كل الكلام ده على بعضه، وبعدين عملنا الديزاين بتاع السترينجر. طيب عايزين بقى الاليمنت اللي بعديه اللي هو الكروس جيردر. طيب لحد ما الفايل كده يفتح، لو الشاشة قدامكم او اتأخرت شوية ولا حاجة، حد يقول لي ايه الاحمال اللي موجودة على الكروس جيردر؟ وزنها والأحمال اللي جاية لها من السترينج. بالظبط، هو ده التكنيك اللي احنا هنشتغل بيه. احنا متفقين من الاول على ازاي الاحمال ماشيه، الاحمال المفروض ماشيه من السترينجر، السترينجر بيعكس الرياكشن بتاعه على الكروس جيردر، والكروس جيردر للمين جيردر للاساسات. وبالتالي احنا دايما لما اجي اعمل الاحمال على الكروس جيردر هتلاقوني رحت حطيت الاحمال على السترينجر وحسبت الرياكشن، وبعد كده رحت واخد الرياكشن رايح عكسه وحطه على الكروس جيردر. طيب الحاجة التانية، الكروس جيردر احنا دايما هنشتغل كاميرا سيمبل بين. السبان بتاع الكروس جيردر بيبقى قد ايه؟ عرض الكاميرا السبان بتاع الكروس جيردر اللي هو العرض بتاع الكوبري. بالظبط، دي نفس المسألة على فكرة كده اللي انا كنت لسه. الشاشة قدامكم باينة ولا مش باينة؟ باينة؟ باين يا دكتور، بس الصوت في وش كتير. الصوت بعيد شوية بس. معلش سماعة. في تحديات كتير يا دكتور. طيب كده أحسن شوية ولا إيه؟ هو في صوت يا دكتور زي ما يكون حضرتك في قطر او حاجه زي كده. والله وانا فعلا انا انتوا عارفين ان انا عارضه في المنصوره، فانا يعني قدامي مثلا ربع ساعه بوصل طنطا، بس ما حبيتش اتاخر عليكم. طيب اللي مرسوم تحتكم او قدامكم ده كده، ده المفروض هو ده ايه؟ يعني اللي قدامكم ده كده المفروض دول سترينجر، سترينجر يمين وسترينجر شمال، والتلاتة الاي دول المفروض الكروس جيردر اللي موجودين. يعني انا واخد تلاتة كروس جيردر بالسترينجر اللي عليهم، ففي عندي كأن ما يكون كده انا واخد سترينجر يمين وسترينجر شمال. المسألة دي اللي انا كنت بحلها معاكم في السترينجر، فدي كانت السبان بتاعها 30 متر متقسم لسكس بانلز، فالبانل الواحدة 30 على 6 اللي هي كنا بنسميها الايه بخمسة متر. فانا عندي سترينجر يمين 5 متر وسترينجر شمال 5 متر، وانا مركز على الكروس جيردر اللي في النص اللي عامل زي الكاميرا الاي اللي في النص ده. ودايما قلت لكم ان انا هروح ارسم بالسترينجر، بس انا برسم بقى 2 سترينجر، سترينجر يمين وسترينجر شمال، واخد الرياكشن اللي هيتعكس على الكروس جيردر اللي في النص ده، واروح اعكسه واحطه على كده. فاهم؟ دايما تلاقي المساله بتاعتي راسم السترينجر مسافه باكيه اي يمين وباكيه اي شمال اللي هي بتاعت السترينجر، وحاطط عليه الاحمال. طب اول حمل اللي هو الديد لود، حد فاكر الرقم اللي هو 475 ده جبنا سيرته المحاضره اللي فاتت؟ ايوه ده ده نفس الاحمال الديد لود اللي ما انا قلت لكم. هي الفكره كلها ان انا بحط الاحمال على السترينجر واشوف ايه الرياكشن اللي هيتعكس على الكروس جيردر. فالسترينجر احنا حاسبين الاحمال بتاعته، لو الناس فاكره كده قلنا والله في اون ويت بتاع سترينجر والسترينجر بريسنج على تراك، وجمع الدنيا دي كلها على بعضها. ولو حد فاكر وبص للمحاضره من 425 ل 475، وانا في المساله اللي حليتها اخدتها 475، ف 0.475 دي طن على المتر الطولي، ده الاحمال اللي احنا حسبناها المحاضره اللي فاتت اللي موجوده على السترينجر. طب وانا النهارده بعمل ايه؟ انا النهارده كل اللي انا هعمله ان انا رسمت بقى 2 سترينجر، كل واحد السبان بتاعته ايه يمين وايه شمال، وحطيت عليه الحمل الموزع اللي انا حسبته ده اللي هو 0.475. بس انا مش عايز اطلع بقى لا مومنت ولا شير ولا الكلام ده، انا كل اللي انا عايزه انا بحسب الرياكشن اللي
لمحمول محطوط R وسميته reaction dead load علشان دي الحالة بتاعت dead load، وتعاملت معاه كأن زي ما تكون كاميرا سيمبل يمين وكاميرا سيمبل شمال، فلو الحمل بوينت 4.75 فالكاميرا اليمين تديني نص، يعني لو الكاميرا سبانها A يبقى نص A من اليمين ونص A من الشمال، يبقى الرياكشن ده يطلع دايما كده اللي هو البوينت 4.75 مضروبة في الA، وانا الA بتاعتي بخمسة متر، الرقم ده طلع 2.38 طن. الناس شافت 2 طن اللي مكتوب في الرياكشن تحت ده؟ ايوه دكتور. اعمل انا ايه بقى بالرياكشن ده؟ المفروض ده كده الرياكشن ديو تو ديد لود اللي المفروض يتعكس ويتحط بقى على الكروس جيرفنج. فالمفروض الخطوه الجايه ان انا بقى اروح ارسم ايه الكروس جيردر نفسه اللي هو كاميرا سيمبل بيم، وزي ما الناس قالت بعرض الكوبري. طب احط كام رياكشن؟ احط رياكشنات فين؟ احط رياكشنات مطرح مكان فيه سترينجر. وبالتالي لو انت كان عندك الكوبري بتاعك سنجل تراك هتلاقي في عندك رياكشنين زي الرسمه اللي مرسومه دي، وده المثال اللي انا بشتغل عليه. طب في الجنب كده لو انت كنت بتشتغل على مساله والكوبري ده دبل تراك هيبقى عندك كام رياكشن للسترينجر؟ يبقى 4. بالظبط 4 رياكشنات. يبقى انت بتحط مكان كل سترينجر، حتى المسافه بين السترينجر والسترينجر في اللي اوت زي ما كنا بنرسمها تحت اللي هي 1.8. يبقى انت حسبت الرياكشن في الخطوه الاولانيه، اخدت الرياكشن ده عكسته بعد كده على الكاميرا اللي هي الكروس جيردر نفسه. وانت دايما بتعكس برجع دايما محتاج تفتكر هو ده كان سنجل تراك ولا دبل تراك. سنجل تراك حطيت الرياكشنين، دبل تراك هيبقى عندك 4 رياكشنات للديد لود. طب وايه الحمل الموزع اللي اتحط ده بقى؟ ده حمل الكروس جيردر ذات نفسه لون ويت. ده اللي ناقصني في الديد لود، يبقى هي الكروس جيردر شايل الاون ويت بتاعها والرياكشن اللي جاي لها من السترينج. انا هكتب السترينج اللي هو الارض لود ناقص تزود بقى حمل موزع او الاون ويت بتاع كاميرا الكروس جيردر نفسها، وده رقم افرضه في حدود مثلا 100 كيلو ولا حاجه على المتر الطولي. بقى عندك كاميرا سيمبل فيم عليها حملين، هتحسب للكلام ده مومنت وشير، وكالعاده زي المره اللي فاتت هنسميه ام ديد لود، ان دول السترينج اكشن اللي جاي من اللود. طلع الارقام دي 5 وشويه و3 تقريبا و2 من 10 طن. وقيمه الشير في مشاكل ويهمني الناس تبقى عارفه السيكونس احنا عملنا ايه في الديد لود، لان ده اللي احنا هنعمله تاني في اللايف لود. في مشاكل في الديد لود؟ بقى تاني كل اللي انا عملته ان انا برسم الاول باكيتين سترينجر احط عليهم الاحمال، وبعدين احسب رياكشن، وبعد كده اخد الرياكشن ده اعكسه على الكروس جيردر. يا سنجل تراك يبقى رياكشنين، يا دبل تراك يبقى عندك 4 رياكشنات. طيب نفس الموضوع بقى لما اجي اقول والله طب انا عندي اللايف لود، والناس اصلا حد فاكر الاحمال بتاعه القطر اللي احنا اشتغلنا عليها؟ ايوه كانوا هما اللي قدامنا دول، كانوا 4 احمال مركزه وبعد كده حمل موزع يمين وحمل موزع شمال. ودايما السؤال بتاع اللايف لود لما اجي افكر فيه دايما بفكر ان ده قطر وبيتحرك، فدايما بفكر والله انا احط القطر فين علشان ده يديني ماكسيمم ستريننج اكشن او ماكسيمم اللي انا بحسبه. انا كنت قبل كده في المحاضره اللي فاتت كنت عمال ادور احط الحمل فين علشان يديني اقصى عزم، او احط الحمل فين علشان يديني اقصى شير. المره دي انا ما بحسبش عزم وشير، انا بحسب ايه؟ بحسب رياكشن. طب فانا محتاج اشوف او افكر ايه وضعيه الاحمال اللي تديني اقصى رياكشن اللي مكتوب عليه رياكشن لايف لود ده. ودايما اتقل رياكشن ان انا اقوم رايح جايب الحمل وحطه فوق الركيزة اللي احنا بنتكلم عليها دي. طب انا عندي 4 احمال 12.5، احط انهي واحدة؟ اكيد حاجة من اللي موجودين في النص.
وبالتالي حاله التحميل اللي انتوا شايفينها دي الحاله اللي غالبا او بالنسبه لي هتديني اقصى رياكشن ممكن، ان انا اخد العجله ال 12 ونص عمر حاططها فوق الايه، فوق الكاميرا بتاعتي، وابتدي احسب بقى وابتدي رص بقيه الاحمال. يعني انا البدايه بتاعتي ان الحمل ال 12 ونص ده هو اللي موجود في واقف في النص، بعد كده ابتدي بقى اكمل. بعد ما انت عارف المسافه بين الحمل المركز والمركز 1.6، فبعد 1.6 احط المركز اللي بعديه، واحد يمين وواحد شمال، بعد كمان 1.6 احط الحمل رقم 4، بعد كده لو عندك كمان مسافه هتبتدي بعد 8 يبتدي يخش معاك الحمل الموزع، وبعد من اليمة الثانيه برضو بعد 8 يبتدي يخش معاك الحمل الايه الموزع. فتلاقي دي وضعيه القمر اللي انت او اللي احنا اتفقنا عليه. ايه اللي بيتغير في المسائل بقى اصلا؟ الاسبان. خلي بالك بس عشان ما هو في مليون سبان، سبان ايه اللي بيتغير في المساله؟ هي قيمه الايه 5 متر دي. على فكره الايه دي تاني، مش دي مش الاسبان بتاع الكروس جيردر ده، الايه دي الاسبان بتاع السترينجر. ما احنا قلنا المساله بتاعتنا برسم السترينجر الاول وبعد كده برسم الكروس جيردر بعدها، وبالتالي مش كل المسائل هتبقى 5 متر، ممكن تلاقي عندك المسألة بتاعتك السترينجر 3 متر، فجايز تيجي تحط حمل مركز، تيجي تحط التاني، ما انت عندك في اليمين بعد 1.6 حمل، بعد كمان 1.6 حمل، طب افرض اصلا المسافة كانت 3 متر فمش هيكفي، فاللي يكفي يكفي واللي يطلع بره يطلع بره. انا بدايتي منين؟ انا بدايتي ان انا جبت الحمل ال 12 ونص ده وده اللي انا حطيته في النص، وابتديت ارص الاحمال يمين وشمال، واللي يكفي على الكاميرا بتاعتك ما يكفي، اللي ما يكفيش خلاص وقف. انا عندي هنا كانت الاي ب 5 متر، فكفت ان انا احط الاربع احمال مركزين وحمل موزع وحمل موزع. جايز يجي لك انت سترينجر اقل من كده شويه، مش هيكفي كل الاحمال دي. وبعد ما تحط الاحمال، وانت بتحط الاحمال عشان عايز تحسب ايه؟ انا اتفقنا ان انا بحط احمال على السترينجر، بعد كده بحسب ايه؟ الرياكشن هو الار راي فلويد. طب انا هتعامل معاه ازاي؟ تعامل معاه افصله كان في عندك كاميرا سيمبل بيم يمين لوحدها وكاميرا سيمبل بيم شمال لوحدها. يعني لو الناس بصت على الحسبه كده هتلاقي ال 12 ونص اللي لوحدها ده الرياكشن اللي محطوط فوق الكاميرا على طول. بعد كده افصل بقى كان في كاميرا يمين لوحدها عليها حملين مركزين وحمل موزع، وكاميرا شمال لوحدها عليها حمل مركز والحمل الايه الموزع، وجمع الكلام ده علشان تجيب الرياكشن التوتال اللي موجود اللي هو الار لايف لود. نفس بقى الموضوع، انا بعد ما احسب الار لايف لود اعمل بيه ايه؟ اسقطه على الكروس جيردر، معايا الرياكشن بتاع اللايف لود احطه على الكروس جيردر بقى. روح حطه على الكروس جيردر بتاعك. على فكره دي حاله تانية، انا مش محتاجك على فكره لما يلبى في امتحان ولا حاجه تجربها، بس وانا بحل قلت طب ما جايز، طب ما تيجي نجرب كده. هو مش معنى الحمل المركز هو اللي فوق الركيز؟ طب ما تيجي نسنتر الاحمال والناس تبص على الارقام كده. الحاله الاولانيه دي مديه، الحاله الثانيه دي مديه 36. عشان كده انا بقول لك في الغالب اللي هديك رياكشن كبير ان انت تجيب الحمل وتحطه فوق الايه، فوق الركيز. الحمل ال 37 ده اعمل بيه ايه؟ هنرجع لنفس المبدا تاني، تروح بقى ترسم الكروس جردر نفس ذات نفسه بقى، كاميرا سيمبل بيم الاسبان بتاعها بي اللي هو عرض الايه، عرض الكوبري، ونفس الموضوع سنجل تراك يبقى عندك رياكشنين، دبل تراك يبقى عندك اربع رياكشنات. وللعلم بالشيء يعني علشان انت عندنا اربع رياكشنات الكود على، طب افرض انت عندك، خلينا بقى نقول طب افرض انت عندك كوبري فيه ثلاث سكه مش دبل تراك، ثلاثة كوبري شايل ثلاث سكن، طب كوبري شايل أربعة، هيبقى عندك على حسب عدد التراك نضربه في اثنين بالظبط. يعني كل سكة شايلة اثنين بس. الكود بقى قال لك حاجة، قال لك لما تيجي تشتغل سنجل تراك ماشي، دبل تراك ماشي، طب عندك بقى سكة ثالثة، فجي الكود قال لك ما تنفعش بقى، ما انت ما تجيش تقول لي والله ان الكيس التحميل اللي انت عايز تشتغل عليها ان الثلاث قطرات ماشيين على الكوبري في نفس الوقت، والثلاثة الحمل ال 12 ونص بتاعهم واقف على نفس الكروس جيردر فوق، وتقول لي هو ده اللي انا هروح اصممه. فدي كيس
مش ده الدارج، فتوفيرا او اقتصاديا للموضوع احنا بنعملش كده. الكود طبقا للكود قال لك والله لما يبقى عندك بقى قطر تالت خد الاحمال بتاعه القطر التالت ده 50%، يبقى انت هي طبعا مش داخله معانا في حاجه، بس عشان تبقى انت عرفت الدنيا ماشيه فيها ازاي. فلو انا عندك سكه تالته مش هتاخد بقى الرياكشن كامل فيها، لا ده انت هتاخد 50% و50%. وعندك السكة الرابعة فيما فوق بناخد 25%. طب وافرض يا دكتور ان كله على نفس الكروس جيردر، هو كله على نفس الكروس جيردر، بس تاني انت الفرضية اولا القطر اللي موجودة ده بأحمال اللي بيتحرك، المفترض تكافئ القطر بحالة تحميل مانع، بيبقى داخل افكت ان في قطر تعطل مش في جرار بيبقى في الاول، ده بيبقى اتقل من عربات، فجه جرار شد جرار باتقل كوبري انت ممكن، او اتقل قطر باتقل حاله تحميل اتعطل وعمل، هي دي اللي طالع منها الاحمال دي. طب انا هفترض ان الكباري اللي معديه على الكوبري كلها بتعدي في نفس الوقت وكلهم عليهم نفس حاله التحميل وجرارين شادين بعض وكلهم عاملين، وفي نفس الوقت كلهم واقفين على نفس الكروس جيردر بنفس العجله. لا وبعدين هي المشكله مش كده، المشكله ان انت بتفترض ان دي الحاله العاديه وترجع بعدها تقول لي بقى ناخد بقى فاكتور اوف سيفتي، فهيطلع بقى دنيا عظيمه يعني. فمش معنى كده على فكره ان لو الكوبري عدى عليه 3 قطرات هيقع، لا هو مش هيقع، بس انت اللي واخد احمال زياده، الاحمال دي هتغطيك لو الثلاثه عدوا على الكوبري في نفس الوقت، بس بالاحمال التقليديه اللي بتحصل. مش معقوله الثلاثه اتقل الكباري، وبعدين خلي بالك انت عندك فاكتور اوف سيفتي اصلا ممكن يغطي لك الكيس دي لو حصل، بس مش طبيعي اقول هي دي الكيس الاعتياديه الطبيعيه وامن نفسك بقى كمان بفاكتور اوف سيفتي. هو لو حصلت الفاكتور اوف سيفتي يقل شويه والكوبري ما يقعش والدنيا عدت، انما اقتصاديا للموضوع مش هفترض ان اسوأ حاجه بتحصل في كل حاجه وبعدها كمان باخد فاكتور اوف سيفتي محترم بعدها كمان. واصله ولا مش واصله؟ تمام، وصلت وصلت. فده طبقا للكود بتاعنا علشان تبقى عارفه، وان كان في الترم بتاعنا غالبا احنا بنتكلم في سنجل تراك ودبل تراك ما بتاثرش معاك، ولكن للعلم بالشيء السكه الثالثه ما بناخدش احمالها كامله بناخد 50%، السكه الرابعه والخامسه فيما بعد كده بناخد 25% بس من الاحمال. بعد كده بقى التجميع اللي احنا اتفقنا عليها، انت عندك في ديد لود وفي عندك لايف لود، اتفقنا ان في حاجه اسمها الامباكت او اللي سميناها دايناميك افكت بنفس القانون. هو نفس القانون 37% على القانون اللي قدامكم ده، وهو نفس المجهول، في حاجه اسمها ال واحد هي دي المجهول. حد فاكرها في السرنجر كنت بناخد ال واحد بكام؟ مش دي بتاع حسب سيمبل ولا كونتينوس؟ كانت ال A زي الثلاثة، يا ثلاثة ايه يا ايه زي الثلاثة، حسب انت ناوي تصمم الاسترينجر ده سيمبل ولا ناوي تصممه كونتينوس. هنا بقى في الكروس جيردر بناخده 2 بي، 2 عرض الكوبري. انا كان عرض الكوبري بتاعي 5 متر و4 من 10، فال 2 بي طلعت 10، طلعت الحسبة دي طلعت 1.43 ايه من 100. دي كده قيمه الفايل اللي هي الدايناميك ايه الدايناميك فاكتور. على فكره ليها مينيمم بتاع الفاي 1.1 من 10، يعني لو طلعت اقل من كده لما تقول لي المينيمم ان انا عايز ازود 10% على الاقل، واقصى حاجه توصل للضعف اللي هي 2. فده المينيمم والماكسيمم بتاع الايه بتاع الامباكت بتاعنا. يبقى انا لما اجي اجمع المفروض ان انا اقول والله انت عندك ديد لود وعندك لايف لود، بس خلي بالك اللايف لود دايما بنضربه في فاي اللي هي 1.43. طب في احمال تانية؟ هو في السلندر ما كانش فيه، انما هنا ممكن نزود كمان في حاجه اسمها البريكنج فورس على الاحمال بتاعه الفرمله. مالها بقى احمال الفرمله؟ عايز رسمة ايه؟ معلش انا هاجي كده اطلع اجيب لكم. ايوه
انا اجيب لكم بس اللي اوت علشان نبقى متفقين هي الفرمله دي هتعمل معايا ايه. هتعمل ايه؟ الناس شايفة الصورة ولا مش شايفها؟ ايوه ده اللي اوت. طيب احنا ايه المشكلة عندنا؟ المشكلة ان القطر ده ماشي بسرعة، ايه اللي بيحصل لما القطر بيجي يضرب فرملة؟ فدايما اي حاجة بتيجي تضرب فرملة بتعمل قوة في الاتجاه بتاع الحركة بتاعها. فأي حاجة بتضرب فرملة تاني قوة الفرملة دي زي ما تقول كده الكاوتش عمال بقى يعمل في الارض، الكلام ده بيدي لك فورس في الاتجاه بتاع الحركه. عشان كده دايما بنقول لهم الاسفلت لما بيبقى الدنيا مش متصممه فيه كويس تلاقي فوق المطبات قبل المطبات او قبل المطب بشويه تلاقي الاسفلت باظ ومعرق كده، وايه كل التريلات عماله تيجي تضرب فرمله قدام المطبات بتاعتك بتبوظ لك الاسفلت. طب احنا بنتكلم بقى على القطر، احنا بنتكلم على احمال كبيره، فقطر بيضرب فرمله لازم اخد الحسبه دي معايا. طب القطر المفروض اتجاه الحركه بتاعته فين؟ المفروض القطر ماشي فوق السترينجر كده موازي ليه، الباكيتين اللي على الشمال ده، فالمفروض القطر جاي من الشمال كده على اليمين. ايه اللي يحصل لما القطر يجي يضرب فرمله؟ بيحصل في نفس الاتجاه الحركه بتاعته قوتين فوق السترينجر تقريبا كده، دول الاثنين فورس اللي هيجوا. الاثنين فورس ميل في الاخر، الاثنين فورس بتاع الفرمله دول كده بيجوا يخبطوا في الفورس في الكاميرا بتاعتك اللي هي بتاعت الكروس جريدر. تاني يا دكتور الحته ده صوت حضرتك قطع. احنا اتفقنا ان ماشي على الاثنين سترنجر اللي فوق بالعجل بتاعته. تمام. لما بيجي القطر يضرب فرمله في الاتجاه بتاع العجل كده بيتولد اثنين فورس. فكأن انا برسم اتنين فورس كده على الخطين بتوع السترنجر دي، الفورس اللي اتولدت بتاعه الفرمله احطها فين بقى؟ مين اللي هيشيلها؟ كمان هتيجي تضرب في الكاميرا الكروس جيردر اللي محطوطه بالعرض فيها، فيبقى كل المشكله ان الكاميرا او البريكنج فورس ولد قوتين موازيين للسترنجر. الكلام ده دخل او حمل حمل على الكاميرا بتاعتك اللي هي الكروس جيردر، فلو ان انت عندك قوه الفرمله بتعمل لك عزم اضافي على الكاميرا بتاعت الكروس جيردر. واصله ولا فيها مشكله؟ تمام تمام. هو بس يا دكتور دي ما خدناش تاثيرها على السترينجر؟ لو عايز تاخد تاثيرها على السترينجر تبقى اكسيال فورس. تمام. اكسيال فورس ما تزعلنيش. تمام. انما هنا عموديه الكروس جيردر تعمل مومنت. ليه؟ انما هنا عموديه على الكروس جيردر هنا. وبعدين مش اي عموديه، ده انا يعني هو المومنت اللي انت عمال نحسبه ده اروح اجمعه على المومنت بتاع الديد واللايف اللي انا حاسبه من شويه؟ لا ده في اتجاه ضعيف. لا هو في اتجاه تاني، لان المومنت التاني في اتجاه الكروس جيردر نفسها موازي ليه. بالظبط اللي انت عمال تحسبه كان مومنت في الاتجاه الرئيسي بتاع الكاميرا اللي هو الام اكس. احمال بتاعتك كان احمال على البلان كده فيرتيكال لتحت، فتعمل لك مومنت لتحت ام اكس. انما قوه الفرمله دي هي من الجنب، تعمل لك مومنت في الجنب ده ام واي، زي افقيه، زي قوه افقيه كده لاترال مثلا يعني. بالظبط كده. هيبقى الدكتور تامر الكرامي، انا على فكره يعني دكتور تامر معايا، فلو اي مشاكل عندكم في الاستراكشر هو ممكن يعني يقولها لكم واحنا قاعدين. فيبقى انت في عندك اديشنال مومنت غير اللي انت عمال تحسب فيه، في اديشنال مومنت كمان مواطي جاي منين؟ جاي من الفرمله. برضو علشان يبقى الموضوع
يقول لك طبعا مش عايز تشيل الام واي دي في حلول بيجي يعمل بريسنج. الصوت قطع خالص يا دكتور. الصوت قطع خالص. يعمل بريسنج سيستم بقى و في 3 دقايق كده خليكم اونلاين تمام هقفل واخش تاني. تمام يا دكتور.